رجعنا لحضراتكم تاني، وزي ما قلت لكم قبل الفاصل هنروح بعدها لدفتر الأحوال علشان اللي ما تقالش عن الكرة المصرية يتقال، ورسميا استقالة حسن شحاتة من تدريب المقاولين. دكان شحاتة يغلق أبوابه في قلعة الذئاب. طبعا الكابتن حسن شحاتة بلغة الكرة المصرية فقط، أكنها اللغة الهيروغليفية أو المسمارية وهكذا، يعني يجب أن نشير وأن نؤكد، الثالث بلغة أمير الانتقام الكروي. قبله كان محمد جنيدي من المحلة، ثم محمد يوسف من سموحة، والآن دورك يا معلم. صحيح تبقى التفاصيل والأسرار والحكاية مختلفة نسمعها من المعلم شحاتة اللي كل مكان يشهد على بصمته من هنا لآخر الزمان الكروي. كابتن حسن مساء الخير. يا كابتن عصام ازاي حضرتك يا حبيبي؟ ربنا يخليك. يا ابو العصيم يا حبيبي ازيك؟ معلش بقول لك ابو العصيم، يعني بالنسبه للصداقه اللي بيننا، يعني حبيبي ده من غير القاب، مع حفظ الالقاب. انت عارف ان انت كبير وطول عمرك اخونا فعلا الكبير اللي دايما بيقدم يعني ما يمكن ان يكون، مش بس كره، مش انا اللي هاجي النهارده قايم المعلم شحاته، لكن انت بتقدم وصفه انسانيه محترمه دايما بترفع الحرج عن الجميع، حتى لو كان الموضوع على كتاف حسن شحاته. الحكايه طب ما انت وصلك، طب ما انت وصلك وصلتك الحدوته اهي خلاص، طالما انت قلت كده بترفع الحرج عن اي حد، فهو ده اللي حصل يا ابو العصر. بس انا برجوك مره نقول للناس الدنيا مشيت ازاي مع الكابتن حسن. بص حبيبي، بص حبيبي، هو 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 الموضوع اساسا من اساسه ان هي اساسا التعاقد والعلاقه بينه وبين المقاولين هرب من فتره طويله جدا، من 2004 يعني. صحيح. لما اتكررت السنه اللي فاتت وبتاع، فكانت التعاقد تعاقد ودي، عارف انت ازاي؟ صحيح. والحمد لله السنه اللي فاتت الامور مشيت من المركز ال 18 للمركز السادس، وكنا هنخش يعني وكنا قريبين من المربع الذهبي. كويس؟ حصل. وده اللي كنا احنا بنفكر فيه. السنه دي عملنا معسكر زي اي فرقه بتعمل معسكر، ومجلس الاداره وافق عليها. لكن ما تفهمش الناس بصه للمعسكر عشان احنا عملناه في اوروبا، عملناه في النمسا، فبصلوا ازاي؟ وحسن شحاتة خلى المقاولين العرب يصرف فلوس كتير ويعمل. طب ما هو ده الاعداد، هو ده الاعداد. ايوه. وبعدين ناس من جوه الشركه، يعني مش هقول لك من بره الشركه، ده بره الشركه دول حاجه، دول معروفين يعني، فما تسالش فيهم يعني. لكن من جوه الشركه، لكن الامور كانت ماشيه بشكل جميل جدا ووضع طبيعي جدا، وكان موجود معانا الباشمهندس محمد عادل والباشمهندس محمد عبد الكريم، وعملنا معسكرنا على خير والحمد لله، ورجعنا بالسلامه. هم كانوا 10 ايام يعني، وكان قبليها عاملين معسكر في موفنبيك في اكتوبر. صحيح. وهو ده اللي احنا بداناه، لان انا طبعا السنه اللي فاتت كان عندهم معسكر في البرتغال، وراحوا البرتغال وكانت دعوه، ورجعوا من البرتغال على الدوري العام على طول، وبعدين فما كانش في توفيق في المباريات او الاسابيع الاولى. فاحنا قلنا الحمد لله ان احنا يعني المجلس وافق لنا على معسكرين، معسكر في اكتوبر في موفنبيك، فندق موفنبيك، ووافق لنا على معسكر في النمسا. وانا طلعت النمسا لان قبليها كنت طالع مع الزمالك النمسا كابتن عصام، مدينه يعني هي المدينه دي اللي ممكن يمشي فيها المعسكر بحذافيره، يعني هدوء، امكانيات، كل حاجه، عارف ازاي؟ طبعا. فعشان كده صممت، بالرغم ان احنا ما رحناش لمدينه لا، دي اسمها مدينه لا، لان طبعا كانت المواعيد كل يوم والتاني بنبعت لهم مواعيد، فجه الفندق واحنا حاجزينه الفندق اعتذر بعد اكتر من ميعاد، لان طبعا المواعيد كنا بنعملها بناء على التاشيرات لما تطلع لنا، واخد بال حضرتك ازاي؟ أيوة. فكان في اعتذار اكتر من مره لان التاشيرات ما كانتش خلصت للفندق، وبالتالي الفندق اللي في مدينه لا اعتذر. لكن ودونا مدينه ثانيه قريبه من فيينا، وفندق جميل وفي كل الامكانيات برضو اللي انت ممكن تتمناها، سواء من جيم، سواء من 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 حمامات سباحه، لساونا، كل المتطلبات، حاجات كتيره جدا. اللي فرق معانا بس ان احنا كان في مباراه مع فريق من المجر، وكان هيخش لنا بس بقى المهجرين السوريين اللي كانوا موجودين على الحدود وبتاع منعوا، قفلوا الدنيا، الشرطه قفلوا الدنيا، والشرطه رفضت للفريق المجري ان هو يخش وبتاع، واحنا كنا المفروض نروح على التشيك، برضو الظروف بتاعت الحدود وبتاع دي اللي خلتنا ما نروحش ولا هم يخشوا. فقضينا وعملنا مباراه، تعتبر مباراه كبيره مع تاني الدوري هناك في النمسا،
وعملنا نتيجه تعتبر جيده 1-1، واحنا كنا لسه يعتبر في بدايه الاداء. وبعدين احنا كنا يعني لما جبنا لاعبين يعتبروا لسه صغار، مش نجوم. احنا انت عارف ابو العصيم، احنا لما نجيب اللعيبه ويعني وربنا بيوفقها. انت بتتحمل يعني مسؤوليه انك تعلي اللعيبه وانك ما تكلفش الناس، انت عمرك ما اشتغلتها انه ناس معينه اللي تجيب لعيبه معينه. ثم كل اللي بتقوله ده من فشل اداري، هو حضرتك دايما يا عيني تشيل كل الحاجات. معلش يا كابتن عصام، لكن هو كابتن عصام انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. يعني انا واحد كنت زي ما بيقولوا ايه حنين شويه مع مجلس اداره النادي، ان انا ما جبتش لعيبه ب 2.5 مليون وب 3 مليون وب 4 مليون. كنت بجيب اللعيبه مغموره اللي من خلالها انا هتفيد الفريق وهتفيد النادي. يعني ما بعملش للسنه دي، بعمل لسنتين ثلاثه اللي جاي قدام. وانت عارف ان احنا في لعيبه كتيره مشيت وهم كانوا كبار في السن وكذا وكذا. صحيح. كنا عاوزين نقلل المرحله السنيه بالنسبه للعيبه، فجبنا لعيبه مغموره وبامكانياتنا احنا. مش عاوز اقول ان مفيش امكانيات في المقاولين العرب، لكن بامكانيات المقاولين العرب قدرنا في الظروف اللي احنا فيها دي او الظروف اللي البلد فيها قدرنا نجيب مجموعه من لعيبه تعتبر المبالغ اللي هم تقاضوها او هيتقاضوها تعتبر مبالغ يعني سوري في الكلمه لا تذكر، يعني لا تذكر. وفي نفس الوقت الاعمار السنيه بتاعتهم صغيره عشان يقعدوا سنتين ثلاثه في النادي ونعمل فرقه تقعد معانا مش السنه. ما انا بدور على السنه دي كنت هقول للمقاولين العرب لا انا عاوز فلان وعاوز فلان وعاوز فلان، وكان في زيدان وفي جد وفي فلان بحجم اسم حسن شحاته هيجيب نجوم بالظبط كده، بس مش هنقدر ندفع لهم يا كابتن عصام. فانا كنت حليم زي ما بقول لحضرتك، كنت حليم شويه مع اداره المقاولين العرب في اللعيبه اللي احنا جبناها. الظروف جات يا كابتن عصام، وانت يمكن شفت الاربع اسابيع او الخمس اسابيع اللي لعبناهم من ماتش لماتش الحمد لله رب العالمين المستوى بيزيد بشكل ملحوظ جدا. صحيح. جدا، بس هي نتيجة المباريات هي اللي ما كانتش في صالحنا. وطبعا انا عارف ان في كان في ضغوط جامدة جدا، انا بحكي لك من البداية وفي عجالة ضغوط جامدة جدا على عارف على مجلس الإدارة وعلى المهندس محسن صلاح وعلى المهندس محمد عادل. وبالتالي كنت حاطط بيني وبين نفسي وبيني وبين الجهاز معايا ان احنا يعني الماتش ده نكون او لا نكون، تو بي اور نوت تو بي زي ما بيقولوا يعني. صحيح. وبالتالي كان لازم يبقى في موقف، يعني لو كان في مكسب كنت هقول لك اه، بالرغم ان انا قعدت مع مجلس الاداره يوم الاربع قبل الماتش بيوم وقلت لهم يا جماعه انا بعد اذن حضراتكم انا عاوز اشيل الحجر يا باشمهندس، الحرج عن حضراتكم، انا عارف ان عليكم ضغوط كتيره جدا، النتائج بتاعتنا مش مساعدانا، وبالتالي انا عاوز اشيل الحرج عن حضراتكم. فكان الرد بالرفض، يعني الرد بالرفض مهندس صلاح بالرفض، ودي انا بشكرهم عليها يعني، لان هم واثقين في حسن شحاته وانا بتعامل معاهم بشيء من الاحترام بشكل كبير جدا 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 كعادتك دايما. وبرده وامبارح احنا برضو ما نخسرش يا كابتن عصام، لكن هي الكره واقفه معانا واقفه مع اللعيبه شويه. انا مش عاوز اقول تحكيم ومش عاوز اقول الكلام ده، لكن عاوز اقول ان هي واقفه معانا شويه. وبالتالي كلامي مع المهندس محمد عادل قلت له باشمهندس، ده بقى في التليفون، باشمهندس لو سمحت انا مش هقدر اكمل المشوار في الظروف اللي احنا فيها دي، فلو سمحت احنا زي ما يقولوا دخلنا بالمعروف وهنخرج بالمعروف. الله عليك. وده اللي حصل. وقلت له انا مش هقدم حتى استقاله مكتوبه، انا زي ما اتفقت معاكم كده شفوي انا برضو بتفق معاكم دلوقتي شفوي ان انا مش هقدر اكمل المشوار مع حضراتكم، ويمكن لما يجي مدرب تاني يمكن يكون وشه حلو شويه على الفرقه، واخد بال حضرتك. وبالتالي الفرقه الحمد لله وصلت لمرحله فنيه وبدنيه تعتبر عاليه، انا بعتبرها عاليه. وممكن يجي مدرب كانكم بتغيروا العتبه ونغير العتبه، وتهدى التوفيق للمدرب اللي هيجي. بس هو ده اللي حصل. الباشمهندس قال لي يا كابتن متشكر وبتاع والكلام ده كله وخلاص. بس اذا هو يعني طلاق بالاتفاق، لكن طبعا اللي حضرتك مش هتقوله لكن على مسؤوليتي في كده قطين ثلاثه في المقاولين العرب يا سادة يا كرام يا مجلس الإدارة، يتصفوهم وتشتغلوا رياضة وكورة، يا إما سيبوهم بقى هم يديروا النادي. لكن لما يبقى حسن شحاتة محطوط في الكادر من ماتش لماتش فريق بيعلى، يا جماعة لما يجيلكوا كوتش بحجم حسن شحاتة بيشتغل لكم على سنين لقدام، كان أولى بيه إنه يجيب أغلى لعيبة يقضي بيهم موسم وهو قاعد رجل على رجل.
كابتن حسن ازمه هم كابتن عصام هم 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 معذورين يا كابتن عصام هم معذورين طبعا جامده بس صدقني صدقني انا مش بعمل كده بجاملهم لا, لا دي حقيقة والله. لان انا علاقتي بيهم الحمد لله علاقه جيده للغايه جدا 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 وحتى لو في اي حاجه وبالرغم ان مفيش حاجه انا مش هقدر اقول لك الحاجه دي ايه هم ناس هم ناس افاضل بالرغم ان مفيش حاجه يعني بالله هو اللي انا حكيته لحضرتك ده هي دي الاحداث اللي حصلت من ساعه ما رحنا النمسا ورجعنا من النمسا كمعسكر يعني ما هم الناس لكن الحمد لله انا علاقتي بيهم الحمد لله رب العالمين علاقه جيده جدا وكل ود بيني وبينهم هي العمليه يا كابتن عصام برضه انا عشان احددها لك يعني هم فاكرين يعني ان زي ما في واحد صاحبنا قالها يعني وقال لك طول ما في واسطه في الجهاز مش هتكسبه ابدا يعني وكل الكلام طبعا على اسلام ابني لا حول يعني. عارف انت ازاي لا حول فايه ايه المشكله ان انا ممكن يكون معايا ابني يتعلم مني يتعلم من الكباتن اللي موجودين معايا انا مش عارف ايه المشكله روشه ناس كتيره وناس كتيره من نفسنا من خلال الموضوع ده انا مش عارف بالظبط في ايه يعني. هو الحكايه ان حضرتك يعني عشان برضه اكون امين مع الكابتن الاخ الكبير اللي بنحترمه كلنا هو الحكايه انه حد بيحب يحط جمله مفيده لو انا عايز اقول على اسلام شحاته كنت اسال الكابتن وكان حضرتك هتقول اللي انت قلته ده انا راجل بشتغل في الكوره وجايب ابني زي اي مدرس مثلا وهو برضه معاه شهاداته كمان يا كابتن عصام شهاداته اللي لكن انت اللي خليته المدرب والرخص ودخل الدورات وخد الرخص لا يعني لا انت خليته المدرب العام ولا قلت لهم ادوا له الفريق لوحده يا اخي مكشوك فيها يعني ما اكبرتلهمش يا كابتن عصام انت عارف ان ده كان راي المهندس محسن والمهندس محمد عادل انت ده كان راي المهندس محسن والمهندس محمد عادل بدل ما يبقى في جهاز الناشئين طب ليه ما تاخدوش معاك ومش هيلاقي حد يتعلم منه قدك ما ده اللي انا بشرحه يا كابتن او ده اللي انا فهمته والله وللمشاهد ودي الحقيقه هم واسال حضرتك المهندس محسن واسال حضرتك المهندس محمد عادل انا اسال اخلاق حضرتك يا كابتن انت مش تاخد حاجه من حد علشان تضيف بيها ليك يعني لكن هي الحكايه بين هناك طبعا افاضل مجلس الاداره اعرفهم جيدا لكن معروف كده المقاولين العرب في ناسه مش هنفتح الكلام هم عايزين يفتحوه يفتحوه لا مش عايزين نفتح يا كابتن انا بقول لك يا اما يخلصوهم الود هو اللي موجود يا كابتن عصام بالظبط لكن لكن الحقيقه الراجل رئيس مجلس الاداره وفريق العمل او مجلس الاداره تحديدا ناس في غايه الاحترام والتادب جدا جدا جدا, وكنتوا على مقاس بعض حضرتك وهم لكن عليهم بقى ان هم الله يقويهم على الموجود في النادي يا رب ربنا ودي ودي ناس لازم يعني الطريق بالنسبه لها يبقى مغلق لان النادي رباهم مش عشان يقطعوه كل شويه النادي رباهم وعملهم شخصيات ربنا هيكرمهم يا رب يا رب كابتن حسن الزمالك ربما يعني يكون هناك ظلال لانه ازمه الدولار وكذا مواضيع ربما تفرض برضه يعني خلع بين الزمالك وفييرا حسن شحاته مستعد لتلبيه نداء القلعه البيضاء كابتن عصام يعني انا النهارده لسه زي ما بيقولوا خارج من 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 موقعه يعني من موقعه يعني مش عاوز اقول لك ان انا ما بفكرش لكن طبعا انا لو اتعرض علي وانا بظن ان الراجل جدير ان هو يستمر مستر فييرا لازم يستمر ان ده راجل واخد بطولتين لا طبعا انا لا اقصد الجانب وماشي. الفني قد تكون وماشي. هناك مشاكل في الفلوس لا الله اعلم لكن انا طبعا نادي الزمالك ده ناديه وانا ما اقدرش ابدا طالما انا فاضي وانا قبل كده اعتذرت لسبب واحد ان انا موجود في نادي شايف انا اعتذرت عشان انا موجود في نادي صحيح صعب ان انا اكون موجود في نادي وبعدين اروح سايبه واروح نادي ثاني لكن انا مش موجود في حته دلوقتي لو اتعرض عليا ده نادي الزمالك وده ناديه وبيتي ومطرحي وان شاء الله لو كان في نصيب يبقى خير وبركه يعني. المنتخب وتشاد وحلمنا شايفه باذن الله بكره بدايه موفقه يا رب يا رب اللي احنا ما قدرناش نحققه يا رب مستر كوبر وجهازه ولاعبته اللي موجوده دلوقتي يحققه لنا لان الشعب المصري كله محتاج انه يفرح من جديد ويفرح تاني ونتمنى ان احنا نوصل لكاس العالم ان شاء الله واحنا كمان محتاجين نشوفك معلم وبتعلم ناس كتير دايما في القلب يا كابتن حسن تسلم وفق ان شاء الله شكرا يا ابو كريم يا محترم ده كلام مهم يا جماعه هو ده كلام الكبار وانا قلت لكم مش فعلا هنقعد نقول بالرمزيه ما يصحش مش هقول عيب وغلط انه حد يطلع يعني يفتقت على حسن شحات كنت عايز تناقشه في اسلام شحاته ناقشه يا اخي قول له في ايه وبعدين حضراتكم بتتكلموا عن حضراتكم برضه وبتعملوا كل الحاجات ده انتوا جايبين شارعكم كله يا اللي بتتكلموا في المكان اللي انتوا فيه بتستكتروا على حد ان ينهج نهج وهتلاقي فيه كلام كتير ربما حسن شحاته ما قالوش
عن الفلوس قد يكون ما فيش عن 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 ارحمونا من نفسنا لاجل النبي، حطوا معايير علشان كل واحد بمكانه يبقى جدير. يلا بينا نقول لكم كمان انه في النادي الاهلي محمود طاهر عائد لا محالة. نبل محمود طاهر بالامانة بقى، زي ما قلنا ان هناك اخطاء لازم نقول ان نبل محمود طاهر هو ما عرضه للي بيحصل معاه من مهياش أزمة، من ترتيبة، ومن مين؟ من نائب المجلس. راضى مجموعة وفتح ملفات، الوحيد صاحب الحق وطار الشيخ عشان تبقى الوصفة في محلها، لأن ما ينفعش يبقى طار الشيخ موجود وحد غيره يتكلم في الكورة. محمد عبد الوهاب عليه جهد جهيد، كابتن طاهر أبو زيد مشغول بالانتخابات طبعا وده طريقه السياسي اللي اختاره، لكن دكتور حسن مصطفى أكيد مش هيسكت. لمن لا يعرف عذرا، الصديق العزيز محمود طاهر، محمود طاهر ابنه يعاني صحيا في أمريكا، السفر كان مرتبا وكان تركه وهو لم يطمئن عليه بعد. إذن هذا الغياب لا دلال ولا عتاب، ادعوا لنجل محمود طاهر أو النبيل محمود طاهر. كان ما يكون من أخطاء، لكن اوعى حد يتهم محمود طاهر بما ليس فيه، هو طاهر، هو أهلاوي مخلص. الخطيب في عزاء لصديق يعني مشترك، عزاء والدته رحمه الله، قعد جنبي وقال لي مين أهلاوي بيحب الأهلي يفكر في انقسامات، يفكر انه يجي على انقاض. احنا في النادي الأهلي عصام، وانت عارفني كويس طبعا يا بيبو، كلنا عارفينك كويس، لا يمكن المشاركة في حاجة زي كده. لدرجة انه قال لي عصام كلمني على الاستثمار في الكورة، كلمني البيع والشراء هيبقى ازاي، كلمني الانديه تعمل فلوس ازاي، والمنتخب رايح على فين. اذا كان حد بيزايد على بيبو 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 بيبو، يا سلام يا خطيب، الاهلي قبل الكل عند الخطيب، وللامانه عند راجل تاني اسمه حسن حمدي، وليذهب الكل الى حيث يريد ان يذهبوا. المعركه ستشتعل، لكن فصل الخطاب في قصه تانيه. الى السيد محمود طاهر اللي راجع للم الشمل، إياك وملابس تركيا يا أهلي، فيها سم قاتل لأبناء هذا الوطن، نرجوك يلا نطمن.